اليوم 4 ديسمبر 2017، اصطحبنا شباب من دولة قطر وتوجهنا إلى صاكا، وإن شاء الله من صاكا نتوجه إلى بحيرة سيوان. هذه إحدى جولاتنا، راح أصور لكم الموقف خارج كافي دوية حتى نشوف وتطلعون الأجواء في صاكا في فصل الشتاء. درجة البرودة 3 تحت الصفر ومشمس، الجو لطيف جدا. هذه الثلوج اللي نشاهده قبل يومين 3 تسقطت، وهذه التلفريكات أكيد اللي زار أرمينيا اصطحبنا إلى هذه المنطقة الجميلة. وصلنا بحيرة سيوان في جولتنا الشتوية لهذا اليوم. زرنا أول مرة منتجع كاكاتور للفريكان، وهسه وصلنا إلى بحيرة سيوان مع سواح من جولة سيوان. هذه أجواء طبعا اليوم في بحيرة سيوان. كل اللي زاروا أرمينيا اصطحبناهم إلى بحيرة سيوان اللي سموها لؤلؤة أرمينيا الزرقاء. اليخت اللي تعودنا أن نقوم ببعض الجولات طبعا ما موجود حاليا، الجو شوي بارد مو مال يخت بشايدي. هذه الجبال كرام المحيطة بالبحيرة، أجواء هادئة، مشهد اعتقد تعرفوه. هذا المطعم اللي على حافة البحيرة، هذه الكابينات اللي كنا نوقف بسرعة حتى يفرغ يصير لنا مكان للقعدة. شوفهم يتراشقون بالثلوج.